اليوم بدي اورجيكم جيم اسمه اوربيك سيتي بيلدر. اوربيك سيتي بيلدر هي لعبه بناء مدن بس بطريقه مختلفه شوي. حفرجيكم اياها. حروح النيو جيم. طبعا هون بتقدر تختار شكل المدينه تبعك، قديش حجم الماب، البحر، المي الى اخره. فيك تحط هون اسم، حنسميها كويتو، رح حطيت راندوم وحنعمل هون ماشي. حتى فيك تختار اللي هو شكل البلد كيف حيكون، تمام؟ فيك من هون حتى تختاره يعني اذا بدك. المهم حنعمل بلاي ونبلش الجيم. الجيم كتير 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 بسيط. اول شيء مهم هو انه ما في اللعبه هي ما فيها فلوس، يعني ما حتصرف فيها فلوس ابدا. انت بس حتبني على كيفك براحتك هيك، وبتحط اللي بدك اياه بالمدينه، تمام؟ سو هذا الشيء غريب شوي بس كمان حلو، انه ما في داعي تاكل هم المصاري، انت حتبني بس، حتاكل هم الموارد اللي هون. فهلا انا مثلا بنيت طريق ما بيكلفني شيء بلاش. حاجي مثلا راح ابني شويه مزارع مشان الناس تاكل، حلو؟ مثلا هون ححط هدول هيك 9. المزارع عاده بيقول لك فيك تبعد عن الطريق 5، شايفين ديستنس رود 5 سكويرز. فطالما حطيته 5 بينبنى، اذا حطيته ابعد ما بينبنى. فهم تعد 1 2 3 4 5، بتحسب حسابك انه لازم تعمل هاي الشغله. طيب حنبني هون بيوت، البيوت 3 لحتى يوصلوا. فعندك هون 3، ممكن نعمل هون طريق على انه حنبني جسر وبعدين نكمل الجسر لفوق ماشي. هون كمان ممكن نبلش نبني اشياء، ممكن نعمل خط طريق هون كمان اساس انه شو انه عملنا دوار ولا بطيخه هون. وحنعمل حنعمل هاد مشان نجيب خشب. طيب هذا اللامبر جاك حيجيب خشب، الخشب هذا حنستعمله لحتى نبلش نعمر المدينة. طيب هلا شو حنعمل؟ اللي حيصير هو وين حنوصل بالموضوع. في عندك فعليا ما في هدف، الهدف هو انك تلعبه بس، اوكي؟ بدك تكبر مدينتك وتحاول انك تعمل اشياء معينة. اللي حيصير هون مثلا بيقول لك باث تو واتش كليند فيلا، إذا بنيت 4 فيلل حتفتح هاي السيارة، أو Path of Productivity Work Production 500 Wood Production 90 Energy Production هالقد Claimed Green Areas 20 By Achieving This You Will. هذا ما بعرف شو يعني Green Areas بس حنشوف شو يعني مع الوقت. طيب بس حنبني هون البيوت، وهذا البيوت 3، فمثلا لازم هون بس ما عاد عندي Production وما عاد عندي أكل، فحنعمل هذا 5 هيك، وحنكمل الطريق للأخير هون هيك. حنبلش شو حنظبط الهاي. هلا لحتى نبني الفارم هاوس لازم يكون عندي 200 بوبيليشن، حلو؟ فمثلا ممكن اجي اعمل هون، هذا صحراء ما فيك تعمل عليها بيوت، ما فيك تعمل عليها مزارع اسف. فهون مثلا حننتظر شوي بس لحتى يجي شويه بناء حتى نقدر نعمل هدول. هي هيك شوي شوي حنبني طبعا لحتى ما يصير عندك الكفايه ال البيوت بتعطيك شيء اسمه workers يعني ماشي. الفارمز بتعطيك اكل، وعندك الحطب بيعطيك حطب، طبعا في اشياء تانية حتفتح بعدين. طيب هذا هون هيك، وحنعمل شارع هو بيقول لك 3 بس انا ما بدي 3، حاعملهم 4 بس مشان شوي نوزع الاشياء. طيب هلا هيك شغالين، هذا عم يقول لك لازم نوصل للبوبوليشن اعلى شوي لحتى نعمل فارم هاوس. الفارم هاوس بفيدنا انه فينا نستفيد من الفارمز اللي هون اكثر. مثلا حنعمل هذا هون، حاعمل هذا هون، راح انزل فارم هاوس، فارم هاوس انلوكت، حنزل واحد هون وواحد هون. اللي بيسوي الفارم هاوس انه بيعطيك برودكشن 100 فود بس، ما فيك تحط فارم هاوس بعيده 5 عن، لازم تكون بعيده 5 عن اللي بعدها، يعني 1 2 3 4 5 6 معلش، اوكي؟ فهون مثلا خلينا نورجيكم كيف، اذا حطيت هاد بيقول لك لازم يكون 5، ف بدك تحسب حسابك. مثلا فيك تتفشل لفوق بس هون لازم يكون في فارمز حواليها لحتى تمشي. فهذا الجيم هيك بتجبرك انك تحاول انك ترتب الامور. طيب شو في اشياء ثانيه؟ في هذا اللمبر جاك كابل بيعطيك كهرباء، ممكن نجرب نعمله هلا بنشوف. خلينا نكبر البوبوليشن شوي لحتى نفتح اشياء جديده. كل ما كبر البوبوليشن 1 2 3 4 5 1 2 3 4 وحنفتح هذا هيك وهذا هيك، هي 4 ب 4 وراح اعمل هذا هون.
هذا بلش ينبنى والفارم زوني. المهم هذا يضل البالانس موجود، الفلوس مو مهمة بهاي الجيم. تمام. طيب هذا هون هيك، وهذا الفارم 1 2 3 4 5، والسادس هون. حسكر هذا هيك وهذا هيك، وبعدين حاعمل الشارع. ما بعرف اذا اخترت شارع صح، لا هذا الشارع، وهذا هيك وهذا هيك، وهي فارم واحدة تنتين. هيك صار عندنا برودكشن للاكل كتير، صار فيني ابني بيوت براحتي. شايفين فيليج هاوس اند لامبر جاك كابن انلوكت. طيب شو يعني فيليج هاوس؟ حاجي لهون. تو جيت ا فيليج هاوس يو نيد تو هاف انرجي. ما عندنا انرجي، من وين بنجيب الانرجي؟ الانرجي بنجيبها من اللامبرز كابن. هذا الكابين تبنيه لحظه خلينا نعمل شيء جديد، معلش سوري ما ححطه هون، ححطه هاد لازم يكون قريب من اللامبر جاك. هاد حطه هون ماشي. هذا حيصير ياخذ الخشب ويحوله ل يحوله لطاقه. لاحظوا هدول كيف عملوا ابجريد بعد ما عملت هاي الحركه، لانه صار في عندنا هذا. هلا فينا نعمل ابجريد لفيلا او ابجريد لشيء ثاني. تمام. هلا هون مثلا هذا فيك تعمل له كمان ابجريد. اذا كان في تو لامبر جاك كابن وصلنا ل 600 واحد ساكن بالمدينه، صار فينا نعملها. طيب مثلا بس هلا اللامبر جاك كابن بيقول لك لازم يكون بعيد مسافه، مثلا لازم يكون بعيد 3، فواحد 2 3 او هذا 3 هيك هون هون معلش. طيب هلا مثلا كمان فينا نعمل بيوت، حنحط بيوت. اظن هذا ما حيمشي حاله، هلا ببين معي. هذا اخر واحد يمكن ما ينبنى، لا والله انبنى. طيب حلو. ولاحظوا هذا الشيء كمان شو عمل، هذا المفروض انه يصير اكبر لما يصير 600. طبعا لازم نوصل لل 600 اول، فمثلا حنحط هدول هيك. ولاحظوا كيف صار عندنا مباني جديده، شوي شوي المدينه عم تكبر وعم يطلع لك اشياء جديده. فيك تصير تعمل لها شكل المدينه، بصير لها يعني مثل روح او شيء. طيب هون مثلا لحتى نعمل الووتر ميل لازم نوصل لل 900، لحتى نوصل للدوكس لازم نوصل 2050، وما عاد عندنا لمبر لانه عم نستعمله لحتى نعمل منه حرق نار. ماشي. فحنعمل لامبر جاك تاني هون. طبعا في هاد، هذا اللامبر كامب لازم يكون بعيد قديش؟ بابا هون ممكن نحط واحد او ممكن نحطه جوا شوي. ايه هون معلش، هون حنبعده ثلاثة عن الشارع وخمسة عن اللي جنبه. فهذا اللي هي التلجة اول واحدة، هاي هنجي نشيل هاي وننزله هون على اساس انه هو تحطيب، فمو شرط يكون على الشارع. تمام. هلا صار عندنا اللمبر، بلشنا شو نكبر شوي المدينه. حلو. شايفين فكره الجيم كيف وصلت؟ طيب فينا كمان نعمل هدول التنت فارمرز اللي هن مزارعين بيقعدوا بيشتغلوا بالحقله. و 2 3 4 هون ممكن نعمل مثلا، خلينا نعمل هذا هيك، هذا هيك مثلا. طيب هاي مزارع، طبعا هون لازم نشيل الشجرة هاي لحتى يمشي الحال. خلينا نشيل هدول كمان، هشيل هذا هيك، هجيب هذا هيك وهذا هيك، نحط المزارع بالنص ماشي. وحاعمل انه حط هدول مزارعين يعني ثلاث، لازم يكون جنبه ثلاث بطيخات. هذا يعني قصدي يعني بطيخات اللي هنا ثلاث اللهم صل على محمد، شوفوا مخي كرباش. ثلاث مزارع. اوكي هلا هذا هون حنعمل هذا، حنجيب اللي اسمه لاند لوردز هاوس. هذا ما حنقدر نحطه هون، ليش؟ لانه بعيد شوي، ممكن ندفشه شوي لتحت. فنحن ممكن نعدل هذا الشيء. اوكي حنجيب اللاند لوردز هاوس لتحت شوي. هذا شو حيعمل؟ لازم يكون حواليه اربعه مزارع من هدول. هدول طبعا ساكنين هون وبيقعدوا بيشتغلوا بالمزرعة، وهذا بياخذ منهم الزرع، فصار عندنا كتير هلا اكل، وصار فينا نشتغل على نكبر المدينة. حلو. هلا بدنا نشتغل انه نعمل الووتر ميل مشان يصير عندنا كهرباء، فحنكبر هاي. ممكن نعمل هاي ستة، خلينا نكبرها شوي ونعمل هذا هون. حنعمل هذا هيك لحتى يكون هون في ثلاثة. حجيب هذا هيك وهذا نقصه، حنحط شارع هون بالنص مشان يصير عندنا قطعتين. بس هي منظر
الجيم كتير ريلاكس، ما فيها تحدي، اوكي؟ يعني انت عم تبني براحتك، ما في شيء عم يجبرك انك تعمل شيء معين. هلا هون هذا الكوخ مثلا ما كبر، ليه؟ لحتى يصير فيليج هاوس لازم يكون حواليه 15 بيت، 6 بيوت اسف. هون ما في 6 بيوت، ما بعرف ليش هيك حسبها، بس ما مشكله. هون مثلا ممكن نحط هدول هيك ونشوف اذا حيمشي الحال. شايفين ما عاد في اكل، فممكن نضطر نعمل مزارع جديده سموير، ممكن نعمل فارم هاوس هون. هذا هيك وهذا هيك ماشي، وهذا هيك وهذا لا هذا ما حيمشي خلص. هاد ونحط هذا الفارم هاوس مشان يجيب لنا اكل. شايفين دغري على السريع عمل الابجريد وصار عندنا لازمنا اكل كمان. طيب ممكن نظبطها هذا الشيء، حنعمل هيك. اول شيء لازم ننظف الطريق. طيب هذا هيك 5 6، ما معنى حق 6، ما لازم نعمل 5. حلو ما في مشكله. هذا هيك وهذا هيك، وحنحط هون فارم هاوس على الطرف وفارم هاوس على الطرف. طبعا فيك تحطه باي مكان، يعني مالك مجبور مثل ما انا عم بعمل. طيب وهون كمان نكبر الفارم هاوس شوي. هون ممكن نحط 1 2 3 4، معناتها بدنا كمان نحط 1 5 اللي هو فاين، بس طبعا هذا ما حينبنى لانه ما في طريق. حلو هلا هيك صار مش منيح. هلا هون 1 2 3 4، وهي ممكن نشيلها لانه ممكن نحط فارم هاوس ثاني. هاي فارم هاوس هيك، وهاي فارم هاوس ثاني هون، وهي 1 2 3 4، وحنحط معهم لاند لورد مشان يدفعوا له الاتاوات. حلو. هلا فيك تشوف ممكن وين نعمل ابجريد. خلينا نشوف شو عندنا اشياء. عندنا مثلا ممكن نفتح بار هون بشي محل. هذا بيقول لك لحتى يصير ويلثي فيليج هاوس لازم يكون في عنده فود وليجر. طيب فود وليجر شو يعني؟ يعني بدنا نركب واحد من هدول، لوكال ماركت او ميني ماركت. اللوكال ماركت بيقول لك لازم يكون في حواليه فارمز. طيب معناتها نحن حنقص هاي وحنقص هاي، وبعدين حنعمل هذا هون لوكال ماركت وهذا لوكال ماركت. حلو. هلا هذا صار واصله الاكل، معناته ناقصه الليجر. الليجر يعني نحط له بار من الاخر، نحط له قهوه وحانه. فهلا هون حتلاقي انه هدول صاروا ويلثي فيليج، بس ما في كهرباء. معناته بنحط كهرباء، بدنا نركب واحده من هدول. ممكن نركب هاي على النهر اللي هي بتدور، شايفينها، فبتطلع كهرباء. ممكن نشتغل على شيء ثاني هلا نظبطه هون، وهكذا شوي شوي عم نبني المدينه، عم تكبر المدينه وكذا. طيب هون مثلا ممكن نركبها هون اذا فينا نجيب الجسر لهون هي الجهه. طيب وصل الفكره كيف؟ مفهومه؟ بس شوي شوي كل ما عم تكبر المدينه وعم نحط فيها اشياء جديده. هلا هون مثلا هذا ويلثي هاوس، لحتى نعمله شيء جديد لازم نحط له شيء. مثلا شايفين هدول البيوت اللي على الطرف، فينا نعمل شغله حلوه هون. ممكن نقول له لا هذا كسرته بالغلط هون. طيب فينا نعمل دوك وشوفوا شو بصير. بيتحول هذا الحي كله هيك ل فيشرمان هاوس. شايفين هذا مثلا، هذا لازم كهرباء لحتى يصير فيشرمان هاوس، فحنجيب له كهرباء. من وين بنجيب له كهرباء؟ ممكن نجيب له من هون كهرباء. حنعمل هي هيك. هلا صار عندنا الكهرباء، فالمفروض انه هدول يقلبوا كمان. هذا ليه ما بده يعمل ابجريد؟ هلا مشي الحال. تمام. وهكذا شوي شوي عم تكبر، بصير عندك بعدين ايرون ماين، بصير تحط حديد. البيوت اللي حوالين خليني ورجيكم اياها هون مثلا حديد. هي هيك مثلا، خلينا نعمل هذا هون وهذا هون، وحنكبر هذا الشيء، نوسع هذا المكان. عندنا كثير اكل، نحن زبطنا الاكل منيح. طيب حنحط هذا هيك. طيب وهذا كمان هيك، لانه بس تبنيهم خلص دغري بيلموا الباقي. ماشي. وهلا المفروض انه صار عندنا الحديد، صار عندنا الحديد هيو. هلا ممكن نجي نقول لا اعمل لي ايرون ماين هون. بدنا نحط شارع. هذا هيك هذا هيك وهذا هيك. تمام. وهحط هون اللي هو الايرون ماين. ولاحظوا شغله حلوه هون، لما تبني بيوت حوالين الايرون ماين بيطلع شكلهم اللي هو الماينرز هاوس، فبيطلع شكله حلو.
هلا بورجيكم كيف حط السي. السي بيغير الكاميرا اذا حابين تغيروا الكاميرا. طيب هذا هيك، هذا شوفوا كيف شكله. فهذا ايرون ماينرز هاوس، وممكن تعمل له ابجريد اذا صار في 30 وصلت لل 9000. هذا هيك مثلا لازم يكون 9000 ويكون في فود سيرفيسز بالمكان، وهكذا بتصير بقى بتشكل المدينه تبعك. تمام، وبدك تحاول تطورها وتزبطها. ما في هدف، انت بس هيك عم تلعب وتزبط بس. هي مجرد انك عم ترسم الخريطه. طبعا هاي الخريطه وسط، حتى فيك هون تشغل الماب اذا بدك تشوف الماب من هون. فيك تشغل كمان البوليسيز. البوليسيز طبعا في هذا المبنى بتبنيه نيبرهود كونسل، فيك تبنيه وتحط فيه اللي هي تحط قوانين مثلا انه زيد الهابينس او زيد اللكجري او نايت لايف. الاشياء هاي بتصير تعملها بتعدل مثلا، اوكي هذا الشيء بيصير اغلى، هذا الشيء بيصير ارخص، هالقصص هاي. طيب هذا مثلا اذا حطيناه هون ما عندنا وود، من وود فناطرين بس نعبي وود. ما المشكله انه الود قليل، فنحن ممكن نعمل شو، نحط هون لامبر جاك لحتى نجيب شويه وود، وهون واحد تاني هون مثلا، وهذا الثالث، وهدول عم يشتغلوا بالغابه هاي. واحد هون ممكن، وخليهم يجيبوا اللامبر. جميل، واعطاني اتشيفمنت ورك برودكشن، فصار هلا فتح لك سياره، فبتصير بتلاقي الباص هذا بيمشي. هلا فيك تبطئ شوي هيك مثلا، هذا هيك ايرون ماينر. البيوت هدول لانه قريب من هذا الشيء، شايفين بنفس المكان بصير بيعطيك هدول. هلا لاحظوا هدول اللي برا ما حسبهم بقى معهم، حسب لي اياهم برا. هذا مثلا ايرون ماينرز هاوس، ذير از ايرون ماين اندستري، ما في. فممكن نحن نعدل هذا الشيء، نشيله نحط مثلا هون فوتبول بيتش مشان نزيد الهابينس. ايه بتصير بتعدل على كيفك. المهم هي هي شو كانت اسمها، اوبريك سيتي بيلدر، او اوربيك اوبريك. المهم ضل انسى الاسم. ايه لذيذه كيوت. ما فيك تعتبرها مثل سيتي سكاي لاينز او سيم سيتي والقصص هاي، لا شغله جديده تانية. المهم شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.